السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه ديسون 5 مولاها اشكي من ماكلة ليسونس. شوفوا هنا ديسون 5 جانا قال عندي ماكلة ليسونس وكره بتدخن. شوف قداش ليك من تعاني به؟ عندي سنوية تو في العامين هكاك، وحتى واحد ما فاق بالديفو هذاك، قداش ما حد حلها؟ حلوها أربعة خمسة، شفت الميكانيسيا متاعي، هزت الاسبيسياليست، رجلجها، حط درشنا في الشكمور، رجلج بالماكينة، شيء الناس كل معناتها صرفت شوية نظفها، معناتها صرفت صرفت لين أيست وقعدت نخدم بها هكاك حتى لين يعني تاكل من جهتين، تصرف من جيبك ومن ليسونس يعني. والعملية سهلة يعني، شوف حتى هنا ايش عاملين له في جيكلير نتاع رونتي، عاملين له سكوتش. ها شوف الجيكلير رونتي عاملين له سكوتش باش يرجلوا له به الرونتي، محلول خلينه محلول. ريتو علاش الطريقة هذيك؟ لأن ما يلقاش العيب وين، واللي يعمل الطريقة هذه باش يحاول يعدل ما بين الكربتر. ها سيدي كملناها وعملنا لها كل الشكل هذا، نشوف نصلي على النبي، نجم بعد الرونتين نجم نزيدوا نقصوا رجل كما نحبوا احنا. ها شنو رايك؟ بارك الله فيك سي مختار، حق نتاع ربي جربتها توا، يمكن من اللي خديتها ما جربتش كيما هكا. الحمد لله بارك الله ما شاء الله، يعطيهم الصحة. فرحان الكل، فرحان. شو فيك هارب انت؟ ها؟ ربي يبارك لك يعطيك الصحة. انا مزيان مرحبا بك. والصلاة عليها ناصر. الحمد لله. كي حليت الكربيتير قلت له حل الكربيتير، جيت نشوف نلقى، شوفوا هنا جيكلير مكسر في وسط في مكانه، مكسر في المكان اللي يمشي فيه، اللي لازم يركب فيه. شفتوا هنا مكسر، هذاك لازم يكون فما غادي بلاصه التورنيفيس كيما هذا. انت كيما هذا لازم تكون فما حاله كيما هذه، انت كل اي مكان اي جيكلير لازم تلقى فيه بلاصه التورنيفيس او مفتاح. هذا بما انه تكسر له تو هنا، هذا يشرف الليسانس طول هذا من العين طول يعدل هذا. معناتها يعني شوف قداش ليك من تعاني به؟ عندي سنوية تو في العامين هكاك، وحتى واحد ما فاق بالديفو هذاك، قداش ما حد حلها؟ حلوها أربعة خمسة، شفت الميكانيسيا متاعي، هزت الاسبيسياليست، رجلجها، حط درشنا في الشكمور، رجلج بالماكينة، شيء الناس الكل معناتها صرفت شوية نظفها، معناتها صرفت صرفت لين أيست وقعدت نخدم بها هكاك حتى لين يعني تاكل من جهتين، تصرف من جيبك ومن ليسونس يعني. والعملية سهلة يعني، شوف حتى هنا ايش عاملين له في جيكلير نتاع رونتي، عاملين له سكوتش. ها شوف الجيكلير رونتي عاملين له سكوتش باش يرجلوا له به الرونتي، محلول خلينه محلول. ريتو علاش الطريقة هذيك؟ لأن ما يلقاش العيب وين، واللي يعمل الطريقة هذه باش يحاول يعدل ما بين الكربتر تو احنا باش نحاولوا نحوها هذه، إن شاء الله يمنع الكربتر ما يفسدش. تو نحاولوا نحوها ونجربوا كان نحطوا لها الجيكلير نتاعها الأصل. تو هو هيكل اجتهد يعطيه الصحة، نحاها الأخرى وركبنا له كعب الجيكلير هنا. هذه الجيكلير نتاع كونسوماسيون، هي وهذه يعني وريتهم لكم قبل، هذه وهذه، هذوما الاثنين هما علاقه عندهم باستهلاك البنزينه، هذوما الاثنين هذوما اللي يستهلكون. طبعا بما كان هذه كانت مزاج مره واحده شو ولا يشرب طول من الجابيه، ما عنده حتى شيء يردو. ها تو ركبنا هذه ان شاء الله تكون بالضبط، خاطر ساعات يبدا شو اسمه الجيكلير نتاع هذايا مش نفس الرقم، اما ساعات تجي صدفه نفس الرقم، لان الرقم القديم تكسر ما عادش عندنا قدامنا. تو باش نعاودوا نخدموا ونشوفوا، نجربوا نعبوا ساعه هذه بالليسونس ونشوفوا البخاخ ونخدموا الموتور في المره نتاعها. اما معوج اللي وقتها بدله لي، لا لا لازم فيه، لا معوج عوج برشا، هو قال تعرف العلم قال نزيد فيه، هو لازم يخدم طول، هو حس ما يمس، لا مس عنده بلاستو، عنده بلاستو هو معوج وكل شيء تابع بعضه. هو راه كل شيء كامل بعضه. سلام لكن الزون هنا هكاك بلي بلا داخل الفيديو هاي هاكو باهي هكاك باهي. تو هاو ان شاء الله نقولوا شفاء وعملنا هذا كلاز اون في، ان شاء الله نقولوا ركحت، خلي جربها ونكملوا له الباقي نشوفوه. زمان ها سيدي كملناها وعملنا لها كل الشكل هذا، نشوف نصلي على النبي، نجم بعد الرونتين نجم نزيدوا نقصوا رجل كما نحبوا احنا.
شنو رايك؟ بارك الله فيك سي مختار، حق نتاع ربي جربتها توا، يمكن من اللي خديتها ما جربتش كيما هكا. الحمد لله. بارك الله ما شاء الله يعطيهم الصحة. فرحان. فرحان. شبيك هارب أنت؟ شبيك هارب؟ ها؟ ربي يبارك فيك. يبارك لك يعطيك الصحة. أنا مزيان مرحبا بك. والصلاة عليها ناصر. الحمد لله. خيالي ياكل في الشعير تعطي فيه في تبن تعطي فيه في قرد. طبعا هذايا هو نتاع ماكله البنزين، هو هذايا نتاع ماكله ليسونس، هذايا اللي هو الرئيسي اللي باش يغذي المحرك بالبنزين. هذايا اذا كانك انت تحاول باش تاكل اقل بنزين باش تحطه اقل، باش تولي السياره ما عادش تجري، باش تولي تبذل مجهود اكثر، تولي تاكل اكثر. ولهذا ماذا بيه الانسان وقت يحط نتاعها الاصلي اللي جاي مع الكربتير هذه، لان المجاري اللي في وسط الكربتير السيركوي في وسط الكربتير متبعين بعضهم. يعني كي يدخل البنزين يخرج من الكلير الدخلاني يمشي البراني كلهم متابعين بعضهم، يكونوا متناسقين. كي يبدو متناسقين ما يفهموش. ان شاء الله وصلت معلومة. تأكد. خدم. شفتها. دوم ما تمس المغرب المفتاح ولا. شوف ما شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.